في حاجة بقى كان برضو احنا شفنا من شوية كابتن خطيب كان بيتحدث عن الإدارة القانونية، بس خلينا نروح برضو للأرقام. هو تحدث امبارح عن الإدارة القانونية طبعا برئاسة المستشار محمود فهمي ان هي بتعمل بدون مقابل، كلام هنا بدون مقابل، وبيوصلوا عملهم في خدمة النادي، وكمان العمل على استرداد حقوق كانت ضايعة على النادي الأهلي او من النادي الأهلي. مفروض بالأرقام كده كابتن خطيب تحدث ان تسلمنا الإدارة كان هناك حكم بكام؟ ب 134 مليون و 750 ألف جنيه كانت غرامة على النادي الأهلي. المستشار سيادة المستشار محمود فهمي واللجنة القانونية يعني والراحل طبعا المستشار حلمي عبد الرازق كان ليهم الفضل في إسقاط كل الغرامة. الملايين دي اسقطت لان انت عندك يعني اداره قانونيه قويه بتعمل على يعني تخليص وان انت يجي لك حقك لغايه عندك، فحاجه بجد روعه خلينا نقول. صحيح.